معاك وهذاك غلط. اه ما كيعتل لا والو تيشدو هو داك الشيء تيتصرح به هو مثلا ماشي شي حاجه بيت مقابل شراب مقابل ولو هو ولو ما فجعت انا خرجتي غير تضحك ولا خرجتي تبقي تفرج ولا شنو؟ انت تمارسوا عليا بجوج او او لا او راجل كيزيد يمارس عليا وراجل يبقى يتفرج يقول لي هاكي دير هاكي دير وتيبقى تيشوف. امل الله يجعل حياتك كامله امل يا امل. امل قلب عمر بزاف محتاجة تهضري يا امل بزاف طبيعة الحال. مرحبا انت انا اها راه اكثر من عام هذا باش مصيفطه ميساج واخيرا يلا اكثر من عام شي عامين هادي ولا ما نعرف المهم بحال هكا باش نقول لك مرحبا بك امال نورتينا. الله يعاون امال على كلشي داك العجال وكلشي كتب المدن ديالكم وبارطاجي ولي دار بارطاجي كتب لي تمت العمليه بنجاح. تفضلي امال عاودي كاع داكشي اللي بغيتي حتى جات تسمعوك امال. المهم السلام عليكم. السلام عليكم. انا امال. مهم عشت بحالي من الطفولة عادية واحد الإنسان عشت وسط والدي وخوتي بس الحمد لله ما عندناش ما خصناش المهم بخير الحمد لله. المهم كبرت درت 14 سنة جا واحد الإنس واحد السيد تزوج بيا. المهم عشت معاه عشت معاه ما عندوش المهم جلست معاه عام ولدت ولد ديالي سهل عليه صدر ربي دار بيه خير صافي خدم الحمد لله تحرك دار بيه خير بقى بشوي 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 دار المهم مولا بيه خير الحمد لله يعني همنا حنا يعني الانسان اللي دار الفلوس دار كذا تحلوا ليه العينين ما بقيش حنا شافنا ما بقيش يهتم بينا ولا عاش حياته لاباس هو يقلب عليكم. اه ولدي حياته مره نشوفوه مره ما نشوفوش المهم شرابات حدا الحفظ نقال المهم كل شيء. المهم بقيت انا هكا صابره عادي عايشة معاه من عاتي الإنسان تجوز 14 سنة يعني ربك على يديه بقينا هكاك صافي نسيت راسي وليت مرعوبة منه نهار تيجي صافي البيت يوقف عليا تنسمعي الباب تقرقب صافي تنقولي كلي تنترعد وقلبي تيدردك عليا تنقول الحمد لله يا ربي ما يجي شهر يا ربي ما يجي فاش تيدخل تنقول الحمد لله اللي مرة ما شعرفش ارتاح ما عرفت يكون سكران ديرتي كحلة. المهم بقينا هكا كبر ولدي واحد شوية عاود حملت بنتي صافي بقينا هكا المشاكل ديما تهدي ديما الفرية ديما راسي مفرقة ديما مضروبة ديما ركب فيا الرعب. المهم بقيت واحد المهم ولدت ولادي بجوج لحقت الدرجة تاعت شربت السم. شنو درتي؟ شربت السم شربت جوج باكيات شربت الاولى ما دارت ليا والو الثانية صافي ما عقلتش على راسي تلقيت راسي في السبيطار. انت الدم بنقول لوالدي يقولك لا قلت لي مش حاجة قتلت انتو عائلتك وانتو مثلا دار فيا الرعب دار فيا الخوف تنوليت نسقف اي حاجه يدخل لي يقول لي نديرها صافي نقول راه يديرها. المهم بقيت صافي جيت للدار تعامل معنا ثاني واحد لمده شهر بخير انا هكاك راجلي صافي تهز صافي مبقى عنده والو عشان نرجع للصفر ماشي باع كانت
الدار كان طوموبيل مطر سيد بير بير فوكس. هو عيا حياته غير هو، ما احنا عايشين مقهورين، سكنا ما عندناش. المهم الدار اللي كان مسكن فيها عباد الله تيكريها تيجيب اللي بغى يجيب ليها البنات الدراري تيباتهم. المهم تم جراو علي من الخدمة بعد الدار بعد كل شيء، بقيت لي انا يعني ما بقى لي حتى حاجة ما يبقى صغير، بقيت لي انا. فرحت شوية تم دخل لي واحد السيد، دخلوا لي البيت نعاس، انا ناعسة ما عرفت باش تبليد. قسمي بي انا كلك عزاز قولها امال بلي بصح، وقسم لك بالله وما عز عليا غير وليداتي وبنتي اللي بقات عندي في الحي. وقسم لك بالله فاش تقلبت لقيت سيدك حنايا حتى رجليا بغيت نغوط نهضر خبطني. كيفاش في عمرك الساعة امال؟ نكون فايت العشرين، العشرين ودابا شحال في عمرك امال؟ ودابا شحال في عمرك امال؟ انا بنت 86 86 شحال تكون دابا؟ نقولو 38 38 37 تقريبا. واو هو حاضر و عاودي لي اختي بالتفصيل. علاش دابا شنو هادشي؟ لا قبل باش يجيب ليه باش يشرب وباش يدور معاه. ولادي في بيت اخر باش تينو ضغواتي و صداتي يسمعو كل شي. المهم فصبحت النوطة نتخاصم معاها تنقول لها درت خير انا مرتك وولادك وغلط هذاك معاك وهذاك غلط. ما تعتلنا والو تيشدو هو داكشي تيتصرح بيه هو مثلا ماشي شي حاجة بيت مقابل شراب مقابل ولو هو ولو ما فجعتنا ما خرجتي غير تبعك ولا خرجتي تبقي تفرج ولا شنو؟ كيتمارسو عليا بجوج او اولا اولا راجل كيزيد راجل بي لا راجل كيزيد يمارس عليا وراجل بقى يتفرج يقول لي ها كيدير ها كيدير وتيبقى تيشوف تيرتاح نفسيا. او مي صبحتي صحتي وعاد يقول لك ما بقيتش غادي نعاود ومكدو صافي كي وليتي ترعب تيغشمني تاني تيعاود يجيب تاني واحد اخر. وهادوك اللي كاينين باقي دابا في الحانوت باقي دابا كنتلاقى معاهم باقي دابا تنشوفهم. ولدي دابا تيعرفهم. علاش ولادك تيكونوا؟ ولادي فين بيكونوا؟ تيكونوا في الدار معايا جوج بنتي وولدي عايشين معايا من البداية حتى النهاية. ولدي دابا راه عنده 21 سنة وبنتي عندها 18 سنة. باش غير باش يشرب باش يعطيو الفلوس يشرب باش يشرب باش هو عنده رغبة ما عرفتش قدرش نهضر بحال عنده رغبة باش يشوف هو علاقة قدامو كتشوف تتمارس حداه يرتاح. راسي وقسم لك بالله الا راسي اش راسي راه راسي كله محلو راسي كله محلو كله 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 الا بغيتي نشطو كتوحل عليا في الشتا في دوك الضرابي وما كنتش تمشي للسبيطار تاني تنداو تنكمل تيجمعو السبيطار. صافي تحولت من هذيك البلاصه اللي كنت فيها ساكنه قلت ولو ارتاح شويه. هربتي منه؟ ما هربتش داك القلد مع السيد من عائلتي حولنا لواحد الدار ديالو وقفوا معاه داروا ليه
قلب شحال زاد تبيع الشرب هكا قعدت تبيع تيشري التاني قعدت تاني واحد شوي حتى تيجيبو تاني هكاك هاد اشي ترى تنى كلها سأنا وياهم فاش تيجي وتيقولوا لي راه مرتي يقول لي مرتي تيبيوش فاش نمشي خرجو تيهز عليا من الموس يقول لي واه تنذبح كي تاوي تنقول لي لقيتها معاها تيخافو وتيكملو انا متقبل يا فخدي متقبل يدي تيضربوك بشي موس ولا شي حاجه هز موس موس يقطع بيه هكاك تنبقى هكاك حالت حتى الصباح ولادي هكاك تيباتو تيسمع حتى الصباح لا تيمشيو المدرسة مو نهاري بقى عندكم انا عاقدة راسي اش من قوة باقي بتنعطي لولادي اش من شجاعة بتنعطي لولادي هادوك الولاد باش بتربيهم الجد ما كاينش صافي تقطعات بيا صافي صافي وقفت واحد مرة شتا شتا عزة بنتي دار بعين يوم خرجت خرجت من جوج ليرات عزت وليداتي وهربت في جوج شتا طايب ما تنقولش دارنا والو ما تنقولش ما تنعاودش ليهم تقاسمت معاه دابز نشرب صافي فقط قداش نهضر ما حتى تبعني ما حتى تبعني كيخرج فيها عيني يدي يشوف فيا انا زولاتي ونسيت صافي ما نحاولش معاها ما نحاولش معاها صافي بقات المروريه هذيك غادا 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 تاني غادا الجوع الجوع ولادي ما تياكل وانا ما تناكلش الجوع القهر والماء وخبز واتاي وصافي يجمع هو شي حاجه كيمشي يشربها في العشيه وكيجيب معاه شي حد وغادي حيت بحال صافي انا هكاك ما مره ما يجيش ماما شتي غادي على حياتي صافي تقهرت صافي تقهرت تقول يا ربي انت بيا شي صافي ولادي كبروا كل شيء كبر ما قدرتش ولادي عايشين معايا هادشي و فاض بيلكي وانا نقول واحد السيدة حازيت ليها القعدية كان مجمعين هكا في الشميشة وداك الشي قاعدين وانا نتحاز ليها وانا نقول لها كيف يبقى لي بغا تطلع تقول لي اش يجي ليه تيمشي للخدمة تيمشي للخدمة وتبدا تدور ليا او هو هادوك فاش يبي يشد شي فارسة ديالو يقولش ماما مرتو سيدة كان عارف ايه ضرب لك سيدة كان عارف هاد سيدة نمشي نقصر معاه الليلة كده كده ديك المرة اخر مساج اخر محاولة لي اخر محاولة لي تهكف بيع وشري فيها سجلتو شنو سيقولك في الابيل مش يقولك في لابلة يهضر معايا المهم هضرتي تغزل هكا هو السيد يهضر ونبي يهضر ونبي يهضر هذاك وتنسي تديري بانك راه ماشي راجلك هذاك تنهضر عادي بحال انت ما نعرفو تنهضر هكا تنسجل جمعت داكشي تسجيلات داكشي جمعتو مشيت ديكلاريت بيه مشي تكاريت بيه كي تنكلو دخلت حمد وتصنط الشجيلة قال لي بيت الحبس ثلاثة هكا نقول انا محتاجة الحرية ديالكم وكون بيت الحبس كون درت على شو مشيت ليه ما بقاش وما عندش ربي ما عندش ربي تنطلب الله عنده دور لي عنده 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 عيط لي كيفاش
ما فهمناش عاف كتري شويه بالجدا. امل عيط ليا عند الوكيل عند الوكيل دور ليا اييه سمعوه اش كيقول سمعوا الصوت تبت على راسو تجيز زائد هو عيط لك على اللي يتأكدوا منه عفاك خليك شي عمال خليك شي بلاصه فيها كونيكسيون مش بيقوش لي عفاك خليك شي بلاصه فيها كونيكسيون دابا مزيان مزيان وي سمع داك شي تبت قال لي سيري شوفي اشنو حنا معاك داروا الحمية ديالتهم داروا الواجبات ديالتهم وقفوا معايا وقفة ديال وقفة ما نعاودش عليك جيت دوشت بالتالت غادي بيا عندهم لعندهم دابا مابقاش يجيبو من الدار ولا تيديك لعندهم الدار غادي بيا لعندهم غادي نبينا والبوليس تابعين من الله توصلني المكان اللي انا فيه دخلنا للدار كلشي مقاد كلشي مجهز وتيقول لي واه يا السيده كي جاتك كيفاش كلشي مقاد مجهز وي القعده الطبله كلشي مقاد وكلشي مصاوب وكلشي معول باغي يقصر وأقول لك كي جاتك السيدة ويطلعني داك السيد وهبطني قال لي ما بيهاش وانا كنتحرق تورج بغيت ولادك 20 سنة تاع الزواج ديالك وقول لك وبي واش دافيك وفلك قول لي ما بيهاش واش البرودة النفس وين جاو دخلوا علينا دخلوا شدوه انا صافي ما باقيش تاني عقلت على راسي اش طرا فيا تاني دوك كترا في السبي فقط كترا في تاني بولي زايرين بيا هو الدو انكر كلشي نكرو قالي ما انا جيت لقيتها انا يلا بغيت نعيط ليكم متنسى بالخيانة بغا يلبسها ليا قال لي لا السيدة هي اللي جايبانا والسيدة هي اللي متابعانا والسيدة هي اللي حنا مراقبينها من خرجتو المهم شدوه داك السيد انا ما تابعتوش قال لك واش متابعتك ما تابعهاش توا مقدم ما تبعتوش قلت لهم انا بنت تبع راجل قلت لهم عندي ما نتابع ما عندي ما ندير به قلت انا هاد السيد اللي غادي شدو بقاو عامين وما تيحققو معاه في الاخر اعترف كلشي المنسوب ليه تعترف نزلو عليه بعشر سنين بعد الحبس جنائية باقي لا بعد الحبس صافي ولادي بقيت انا هزه الحمل اسمح لي عندي واحد السؤال واش فاش قبل ما تولدي ولادك كان تيجيب لك الرجال ولا لا قبل ما تولدي ولادك الجلولين لا في وليدات الاخرين يعني جوج وليدات الاخرين عرفهم وولادو تاكد بينهم ولادو ما نعرفش قدر نجاوبك يعني ما عرفتيش واش ولاد ولا لا ما قدرش نجاوبك شحال مرة يكون دار هاد بزاف تقريبا ما نعرف بزاف
بعد المرتين نفس الشخص تكرر يجي، ما أعرف، دمرت نفسانية، دمرت كل شيء، تدرني بكليبي. من يدخل الحبس؟ استغرب. تلاقيت الوقت، بقيت في المعاناة. عارفة ما عارفاش لا فين نمشي لا فين نجي ولا اش ندير ولا اش، ما عارفاش الطريق منين نشد. معايا الناس والعائلة، معايا كلشي، بقيت تنطيح عمود تنطيح عمود تنطيح، وما قدروا كتنطيح وكتنطيح. وليت بلا يعني ولادك بعد عارفين بأن شنو كان تيدير باهم وعارفين عارفين ولدي متأثر، ولدي غادي يدير ليا شي كارثة، ولدي أنا مأكدة غادي يدير شي كارثة. هادي دايرها بين عين وبقى الان كنعاني، بقى الان كنعاني. عيشتي معيشة سكنتي مسكنة، معرفش معرفش اش ندير بيتنا بعد تلاقي افكار خايبة في راسي. كنقول نهز راسي من زيد، قلبي وكبتي مسخيت. صافي وقفت بيا الحياة، وقفت اللي كانت يعاونك وفيهم دروج. ولادك عندك جوج كبار واقيلا، قلت واحد عنده 21 سنة ياك؟ ما خدام شوية؟ لا كنت بلا يعني. والولاد الاخرين؟ لا لا حياة لم تنادي تقراو. وفاش خدام انت دابا؟ شنو تديري في حياتك؟ أنا في الديور قدر نخدم سيمانة، قدر نقعد ما قدر شعر ما نخدمش، قدر بعد النهار ولادي ما لقاوش ما ياكلوا، بعد نبقى تفرجها الله سبحانه وتعالى نخدم، بعد نبقى نمشي نطلب. قصة قصة يا آمال، فريمون درات الناس اللي تتفرجوا أتراش فيهم هاد القصة هادي. حسينا بك بأنك معلم نفسك. بقى نضرك كان عادي، بقى نضرك كان عادي، باش ميت قداش هاد اللي عاوناتي لا مساعدة لا والدكور مني ولوليدات الفضاء ربي. دابا عندك 38 سنة آمال ياك، وربعة وليدات. واخا 38 سنة كل نهار غادي ديك 38 سنة غادي نحيدو من هاديك 14 سنة، والما باقي كله عدم، كله عدم بدقيقته بساعته بليلو بنهارو الحياة. معرفتش طعم الحياة، معرفتش طعم الحياة يدير اللذة ديالو العيشة ديال الزواج، ما عرفتش الطعم ديال الزواج ديالي كيدير. شحال دابا ضرب من عام هو؟ شحال من عام دابا؟ هو ولد المسير، حول المسير بتكون عندو شي كدا بتكون شي عندو شي 50 سنة. لا ماشي هو العمر ديالو، شحال ضرب دابا ديال الحبس؟ شحال باش دابا تحكم عليه؟ بابا راه هو تحكم عليه بعشر سنين. اها شحال ضرب منها؟ راه ضرب منا دابا راه بقات لي شي حاجه قليله. واخا امل، الى شي واحد في البرنامج بغى انه يساعدك ولا يعاونك ولا يتعاونك بخدمه ولا بغى الرقم ديالك، نعطيو الرقم امل. بطبيعه الحال. واخا تقدري تقول انا تنضم مراكش جو كوا، لا جو ديك مراكش هي لا
مراكش عايشه في مراكش. واخا اللي بغى الرقم ديال الامل يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي ار اسباس اش اي ال اي اللي بغيت الرقم ديال امل من مراكش ونعطيكم الرقم ديال امل. امل بصراحه قصتك صعيبه وقصتك اثرت كاع حتى في المتابعين اللي تيتفرجوا جاتهم قاسها بزاف. مي نبعد العسر يسرى بزاف وتنطلب يا رب تفرج عليا ولا وليداتي بقيت عندي الامل في شي حاجه من غير وليداتي نشوفو ما كيبغيت ما بيت لا اقل ولا اكثر. ان شاء الله ربي غادي يعوضك بوليداتك ان شاء الله ويجعل كل ما تبقى من ايامك سعاده وفرح وربي يعوضك كاد الايام من هاد 14 سنه اللي دازت من حياتك كامله تعاسه وحزن ان شاء الله ترجع فرحه. نتمنى من الناس اللي تيتفرجوا كلشي كتب يخلي ليها شي دعوه في لي كومونتير كلشي داعي معاها. نتمنى تعيطي لنا ونلقاوك باللي وليتي مع احسن من دابا وتنشكروك بزاف. يا ربي امين ونطلب الله يطلب دوك المجاهدين وكاع اللي كيسمعني لا في الخارج ولا في الداخل يدعوا معايا انا وليداتي الله يسهل علينا ويحيي علينا الثقة هذه. اللهم امين تنشكرك بزاف يا ربي امين وشكرا بزاف. بالعكس مرحبا هذا واجب امل هذا واجب. شكرا بزاف. شكرا.